اولا نشكر اداره مسيرين اتحاد عنابه على حفاوه الاستقبال. بالنسبه للمقابله، المقابله شفناها شوطين. الشوط الاول ما دخلناش جيدا في المقابله، ما كانوش عندنا في فرص للتهديف، ولكن في الشوط الثاني اللاعبين عرفوا كيفاش نوصلوا لمنطقه العمليات. ظن ضيعنا ضربه الجزاء، ولكن اللاعبين كانوا صامدين حتى سجلنا الهدف، ولكن ما كناش محظوظين في تعديل المقابله. لعبنا بعشرة، ولكن الفريق تاع الحراش راه يكتسب في شخصيه، هذا هو اللي رانا نحوسوا عليه. صادي من البدايه عرفنا بلي الفريق راه كاين لي زوتوماتيزم. ان شاء الله هم بريباري لي ماتش اللي راهم جايين تو دوسمون، وان شاء الله نحضروا المقابله المقبله ان شاء الله.